وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس يعقوب القصاب، مهندس فضاء أول في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، بعد التحية وأهلا بك في نشرة الثالثة. ما هي الفرص التي يقدمها هذا الهاكاثون للشباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نحب نأكد أن هاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء هو مفتوح للجميع بمختلف الأعمار، والفرص اللي يقدمها حق الشباب فرص كثيرة. نعم. ممكن أن تكون الحلول اللي راح يقدمونها المشاركين عبارة عن ابتكارات علمية، وأيضا ممكن أن هي تكون لها فرصة أن تتحول لمنتجات تجارية، وهذه الفعالية ممكن أن تساعد المشاركين للدخول في مجال البرمجة وابتكار الحلول لقطاع الفضاء وقطاعات أخرى، وذلك بأن قطاع الفضاء يخدم الكثير من القطاعات اليوم، وبهذه الصورة احنا نقدر نكون عندهم بذرة ريادة الأعمال. إضافة إلى ذلك أن تشكل المجموعات اللي يحبذ أنها تكون متخصصات مختلفة راح يساهم في خلق نوع من التفاهم الفكري في إنتاج الحل المشكلة اللي راح يعملون عليها خلال هاي المسابقة. نعم. وهذا يعتبر مبدأ مهم جدا لخلق مشاريع أعمال جديدة، وهو كذلك مهم لوضع أسس لابتكارات علمية والخروج بحلول قابلة للتطبيق من الناحية العلمية والتقنية وكذلك المالية. نعم، إذن سيد يعقوب، يعني كيف تتم اليوم الاستعدادات لاستضافة هذا الحدث خصوصا وأنه سوف يكون حضوريا؟ طبعا الاستعدادات لهذا الحدث قائمة على قدم وساق وبدأت من حوالي شهر، واستعداداتنا هذه المرة أكبر خصوصا مع تعاوننا البناء والمثمر مع شريكنا الأكاديمي بوليتكنيك البحرين وشريكنا الاحترافي المتمثل في جمعية المهندسين البحريني. طبعا الأدوار مختلفة ما بين الجهتين اللي يمثلون شركائنا في البحرين. نعم. حيث يتمثل دور جمعية المهندسين في اختيار أعضاء لجنة التحكيم من بين أفضل الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى المنظمين من ذوي خبرة في مجال تنظيم الفعاليات وتوفير أيضا المواد التسويق. بينما دور بوليتكنيك البحرين يتمثل في عدة أمور، ومنها استضافة الحدث خلال يومي الهاكاثون وتوفير المرافق اللازمة وكافة. نعم. اللوجستيات داخل الحرم الجامعي. لو بنتكلم أكثر عن الاستعدادات، فمن ضمنها أن احنا أسسنا الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل في الهاكاثون، ونفذنا حملة إعلامية انطلقت يوم أمس للتعريف بالهاكاثون التي تشارك في تنظيمها مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء للمرة الرابعة، ومن هذه المنصة الإعلامية أدعو الجميع للمشاركة في هذه المسابقة العالمية. نعم، المهندس يعقوب القصاب، مهندس فضاء أول في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات الوفية.